السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تانية، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايه مفتاح زميلتكم فرقة تالتة، واهلا بيكم في فيديو جديد. محاضرتنا النهاردة او احنا يعني هنتكلم في محاضرتين بعنوان الـ Optics of the Eye و الـ Neural Function of the Retina. هحاول افصلهم على جزئين بحيث ان الفيديو يعني ما يكونش طويل عليكم، وان شاء الله تخرجوا فاهمينهم كويس. خلونا في البداية يعني افكر نفسي كده واياكم ان انا خلاص في العشر الاواخر من رمضان، وفرصة ذهبية جدا جدا لأي حد حتى لو ما عملش أي حاجة من أول رمضان. قدامك فرصة إن أنت تلحق تسبق كمان اللي بدأوا من أول رمضان. طبعا يعني العبرة مش بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. يعني ما تقولش إن أنا ما عملتش حاجة من أول رمضان فخلاص بقى العشر أيام دول يعني هيزودوني في إيه، أو إن أنا هقدر أعمل فيهم إيه. أنت تقدر تعمل فيهم كتير جدا. طبعا أنتوا عارفين كلكم إن ليلة القدر يعني خير من ألف شهر، يعني ثواب ليلة واحدة. اي حاجة تعملها في ليلة واحدة كأنك بتعملها اكتر من الف شهر. الف شهر دول يعني اكتر من عمرنا كله، ان احنا اساسا مش ضامنين نعيشهم. فانت مازال قدامك فرصة ذهبية جدا لده. اوعى تيأس وتقول انا ما عملتش اي حاجة من اول رمضان، بالعكس انت مازال قدامك فرصة تعوض فيها وتخرج من رمضان باذن الله من المعتوقين من النار. شوية تبس كده في الليالي الأخيرة، خليك حريص كده دايما إن هم يكونوا موجودين. يعني أنا بكلمكم دلوقتي سامعين صوت الورقة تو دو ليست بتاعتي، يعني عارفين اللي هو مجمع كل الحاجات بحيث إن كل ليلة أجي وأفتح وأقول كل حاجة ومنساش. عندك مثلا أول حاجة تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، ده ثوابها بيعادل إن أنت ختمت القرآن. فتخيل انت في ليلة واحدة ختمت القرآن وخدت ثواب انك ختمت القرآن لمدة ألف شهر لو أدركت ليلة القدر، يعني رزقنا الله إياه. ما تفوتش القيام حتى لو بركعتين، ركعة واحدة قيم الليل هتبقى يعني من ضمن ثوابت يومك وثوابها عظيم جدا. القيام، وما تبخلش على نفسك بالدعاء، ادعي لنفسك. يعني حرفيا يا جماعة ما فيش حاجة دعيتها في رمضان إلا ورمضان التاني ما جاش إلا والحاجة دي اتحققت، فالحمد لله. بوصيكم بالدعاء، والدعاء وما تيأسوش، وخلوا دايما عندكم في قلوبكم يقين ان ربنا هيستجيب. فالقيام والدعاء يا جماعة. ورد الحفظ، خلي لك حفظ من ورد حفظ من القرآن حتى لو ايتين اتنين بس، تبقى يعني محافظ عليهم، والاستمرارية اهم. ادومه وانقل، تمام. وادعي دايما بالدعاء اللي الرسول وصانا بيه، انه من افضل الادعيه اللي ممكن تدعيها في العشر الاواخر: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو يا جماعه ده يعني ربنا اصلا مش هيفكرك بالذنب اللي انت عملته، متخيلين؟ مش بس هيغفره لك. حاول تحافظ على الاذكار والذكر، استغفر كتير، سبحان الله بحمده، الصلاه على النبي، الحاجات دي جميله جدا ويعني في ميزان حسناتكم كلكم. حاول ان انت برضو كل يوم يبقى ليك يعني صدقه، طلع صدقه مهما كان مقدارها بسيط بالنسبة لك، صدقني هتفرق جدا في ميزان حسناتك ان شاء الله. وطبعا يعني احنا كلنا دلوقتي في امتحانات ومذاكرة وليلة كبيرة، فنخلص النية ان ده لطلب العلم، وطلب العلم طبعا فريضة زي ما احنا عارفين وربنا يكافئنا عليه، فنخلص النية ان هو لله. وحاول لو تتزود كده من اي كورس علوم شرعية هنا ولا هنا، فيديو مثلا شيخ لاي حد بتحب تسمعه وهكذا. وندعي برضو: اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة. الحسنى دي اللي هي الجنة، وزيادة اللي هي رؤية وجه ربنا. يا جماعة يا ربي الواحد مجرد التخيل شيء عظيم جدا. فيا رب يعني ربنا يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويرزقنا فيها على قدر قدره. وادعوا الدعاء ده كتير، انتم متخيلين ان ربنا يرزقك على قدر قدره دي عبارة عن ايه؟ فربنا يبلغنا ليلة القدر. وادعوا لنفسكم، ما تبخلوش على نفسكم بالدعاء، وادعوا لأهلكم ولحبايبكم. والدعوة بظهر الغيب دي ليها مفعول السحر حرفيا. انت متخيل بتدعي لحد الملائكة، يعني الدعاء مستجاب في ظهر الغيب للي انت دعيت له، والملائكة بترد عليك ولك بالمثل. فاللي انت بتدعيه لغيرك تتخيل ان هو دعوة مستجابة في حقه، وكمان مستجابة ليك انت ان الملائكة بتدعي لك بالمثل. فربنا يعني يخرجنا من الايام الجميله دي واحنا يعني من المعتقين من النار، واحنا خارجين فايزين، واحنا خارجين ان شاء الله راضيين عن نفسنا وربنا راضي علينا. عذرا لو طولت عليكم، ويلا بينا ندخل في موضوع المحاضره. معانا اول عنوان في محاضرتنا النهارده بيتكلم عن الفيجن. اول حاجه هو بيقول لك ان عينك، يعني العين بالنسبه لنا هي كانها كاميرا. فهو بيقول لك ده ايه ده كاميرا، وشرح لك كام حاجه كده، يعني الاربع حاجات دول اللي احنا هنقولهم ليه من مكونات العين ومن وظائف الحاجات المكونات اللي هي بتاعه العين وكده، اللي هو في الاخر انت عينك دي بتمثل بالنسبه لك كاميرا. اول حاجه
شفتوا البادي بتاع الكاميرا مثلا، لو حد عنده كاميرا، البادي بتاع الكاميرا او اللي هو الجسم بتاع الكاميرا ده اللي هو بيمثله لك ان ده الكلوزد شامبر اللي هو الاي بول كافيتي، يعني الكافيتي اللي موجود في السكال اللي هو العين بتدخل، اللي هو العين موجوده جواه يعني. تمام. وبيقول لك ان الكافيتي ده لايند باي بلاك لاير، طبقه كده غامقه اللي هي بتمثل البيجمنت لاير بتاعه الريتنا، الريتنا اللي هي الشبكيه. تمام. فانت عندك الكافيتي ولايند باي بيجمنت لاير كده اللي هي الريتنا، والريتنا دي بيقول لك ان هي بتابزورب اللايت، يعني بتمتص الضوء وبتمنع انعكاسه، بحيث ان هي لما تمتصه كده يعني وما ينعكسش فتبدا تحس بالرؤيه. هنعرف دلوقتي الكلام ده قدام. ماشي. ده كده اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ان هي كمان ليها فاريبل ابريتشر سيستم اللي هو البيوبل. انتوا عارفين البيوبل بتاعت العين دي، اكيد سمعتوا عنها قبل كده لما كنا مثلا بيقول بنحصل لها دايليشن او بيحصل لها كونستريكشن، دايليتيشن، دايليشن ايه، دايليتيشن او كونستريكشن وهكذا. فالبيوبل دي بيقول لك ان هي بتعمل ريجوليشن لكميه الضوء اللي داخله العين، عن طريق ان هي لما بتضيق بيدخل كميه ضوء قليله، ولما بتوسع بيدخل كميه ضوء كبيره. الموضوع بسيط جدا، وشفتوا الكلام ده في السمباثيتك والباراسمباثيتك لو انتوا فاكرين يعني. طيب تالت حاجه بيقول لك ان هي عندها ترانسبيرنت لينس سيستم. ترانسبيرنت اللي هو شفاف، اللينس سيستم ده اللي هي العدسه بتاعه العين شفافه. بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على الكورنيا اللي هي القرنيه بتاعه العين، الاي لينس اللي هي عدسه العين، وكمان في فلويد كده، فلويد سيستم ده بسميه الاكويوس هيومر، الاكويوس هيومر. واخر حاجه موجود الفيتريوس بودي. خدتوا طبعا الكلام ده كله في الاناتومي، فهو يعني احنا هنا كاعاده مش اكتر. طيب بيقولك طبعا ان من وظائف الترانسبيرنت لينس سيستم ده ان هو بيساعد على الفوكسنج لللايت ريز اللي هي اشعه الضوء، يعني بيعمل لها فوكسنج وهي داخله العين يعني. تمام. طيب رابع حاجه والاخيره ان هو ليها هاز فوتو سنسيتيف لاير اللي هي الريتنا، والريتنا دي كان ديتكت اللايت، هي اللي بتحس بالضوء. هنعرف قدام في المحاضره ان الريتنا فيها شويه حاجات كده وشويه ريسبتور، هنعرف اساميهم ونعرف وظايفهم ونعرف تركيبهم وكل حاجه. الريسبتورز دي اللي موجوده في الريتنا من وظايفها ان هي بتحس بالضوء لما يجي عليها، وبالتالي تديك احساس بالرؤيه عن طريق شويه حاجات كده بتحصل مجرد ان هي بتحس بالضوء. هنتوسع في الكلام ده قدام. تمام. طيب حتى الان الموضوع بسيط جدا. طيب في السلايد دي هنتكلم بقى عن الريجوليشن اوف اماونت اوف ذا لايت انترينج ذا اي، اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايد اللي فاتت، ان البيوبل هي اللي بتساعد او بتعمل ريجوليشن، بتنظم الضوء اللي داخل العين. والله ان دلوقتي محتاج ضوء زياده توسع، محتاج ضوء قليل تضيق. تمام. طب هي بتوسع، البيوبل ده بيوسع او بيضيق عن طريق ايه؟ عن طريق اكيد ماسلز، ماسلز هي اللي بتشده فبالتالي بتخليه يوسع، ومسل هي اللي بتعمل كونستريكشن كده فبالتالي بتخليه يضيق. طيب بيقول لك ان الايريس بتحتوي زي ما قلنا على تو تايبس اوف سموث ماسل فايبر ويتش كان كنترول السايز اوف ذا بيوبل، هي اللي بتحجم او بتدي البيوبل الحجم المناسب اللي انت محتاجه. تمام. اول ماسلز معانا او اول ماسل اللي هي الدايليتور بيوبيلي ماسل. الدايليتور بيوبيلي ماسل هي عباره عن راديال ماسل فايبر، راديال ماسل فايبر. هجيب لكم صوره دلوقتي وهوريكم الفرق ما بين الدايليتور والكونستريكتور. نعرف بس ان هي دايليتور ماسل فايبر، ووظيفتها ان هي بتعمل دايليشن او دايليتيشن للبيوبل. تمام. من اسمها دايليتور بيوبيلي فهي بتعمل دايليتيشن للبيوبل. تمام. طيب بيقول لك ات ريسيف سمباثيتك نيرف سبلاي. طبعا السمباثيتك نيرف سبلاي لان انت في السمباثيتك بتحتاج ان انت البيوبل بتاعك يكون واسع علشان يدخلك كميه ضوء كبيره. تخيل نفسك انت في خناقه، فهل انت محتاج ان الضوء يكون قليل؟ لا، ده انت محتاج ان البيوبل بتاعتك تبقى واسعه قد كده انت تتوقع الضربه من اي ناحيه، فلازم البيوبل يكون ايه؟ واسع. فالدايليتور بيوبلي ماسل بتستقبل نيرف سبلاي من السمباثيتك نيرف سيستم. اوكي. طيب بعد كده رقم 2 اللي هي الكونستريكتور بيوبلي ماسل، برده من اسمها بتعمل ايه؟ بتعمل كونستريكشن للبيوبل. وبتعمل كونستريكشن للبيوبل، انا امتى هحتاج ان انا اعمل كونستريكشن للبيوبل او ان يدخل لي كميه ضوء قليله؟ اكيد في الباراسمباثيتك ستيت، يعني انا سوري في الريست ستيت، انا دلوقتي قاعد ما بعملش حاجه، باكل، مفيش الاحتياج ان انا محتاج كميه ضوء كبيره، فبالتالي بتستقبل نيرف سبلاي من الباراسمباثيتك. تمام. الصوره اللي قدامنا دي هي اللي بتوضح الفرق ما بين ده النورمال لايت، وبيقول لك ده انتيريور فيو علينا. المهم ان دي البيوبل كونستريكت اللي هي اسمها ايه، الكونستريكتور بيوبلي ماسل اللي هي هيك سيركيولر ماسل، يعني دائريه، عضلات دائريه، وبتستقبل زي ما قلنا نيرف سبلاي من الباراسمباثيتك.
على العكس هنا الدايليتور بيوبيلي، دايليتور بيوبيلي اللي هي الطبقة اللي ورا دي راديال، شايفين هي راديال كده اللي هي يعني متوازية، الفايبرز بتاعتها كده متوازية مش سيركولار يعني زي دي، شفتوا الفرق؟ وزي ما قلنا هي المسؤولة ان هي بتعمل دايلاتيشن للبيوبل في حالة في حالة يعني الفايت اور فلايت، اللي هو بالتالي بتستقبل نيرف سبلاي من السمباثيك، تمام؟ طيب هنا عندنا ان بي بيقول لك البيوبل لما يحصل لها كونستريكشن فهتدخل كمية ضوء قليلة، ولما يحصل لها دايلاتيشن هتدخل كمية ضوء يعني اكتر، بس لما بتدخل كمية ضوء قليلة ده بيساعد يعني but the image is focused more، سوري هي الاثنين دول شاكين في بعض، بس هي دي focused more sharply because ايه the more poorly focused peripheral rays are cut off. يعني معنى الكلام ان هو انت لما بيدخل لك كمية ضوء قليلة فده بيساعد ان الصورة بتاعك بتكون focused اكتر او sharpen اكتر، علشان ده بيحجب الأشعة اللي هي الخارجية اللي هي ممكن، بص هديكم مثال، انت دلوقتي مثلا لو باصص في الموبايل بتسمع الفيديو ده فانت عينك وتركيزك كله انت شايف التفاصيل اللي قدامك في الشاشة، تمام؟ شايف التفاصيل اللي قدامك في الشاشة، طب هل الحاجات اللي حوالين الشاشة انت شايفها بنفس التفاصيل او بنفس الدقة؟ اكيد لا، تمام؟ فبالتالي في حالة لما بيكون البيوبل كونستريكتد فكمية ضوء قليلة داخلة، فده بيساعد ان الصورة تكون فوكسد اكتر، وده علشان بيحجب الأشعة اللي جاية من الأماكن التانية اللي انت مش مركز فيها، فبالتالي الصورة اللي مركز فيها بتكون شاربن، اما الصور اللي حوالين او الحاجات اللي حوالين الصورة اللي انت مركز فيها بتكون ايه بلورد كده، تمام؟ اللي هي البريفرال ريز ار كات اوف. اوكي بس ده الخلاصة بتاعت ال NB يعني. طيب خلينا قبل بقى ما نبدأ في العنوان بتاع السلايد دي خلينا نقول اصلا احنا ازاي بنشوف. احنا بنشوف عن طريق يعني كنا عارفين كده في اعدادي معلومة انه الضوء بيسقط على الشيء اللي احنا عايزين نشوفه، والشيء ده بينعكس منه ضوء وبعدين العينة بتستقبله وهكذا، بس ما كناش عارفين اكتر من كده. طيب دلوقتي كبرنا شوية فهنعرف تفصيل اكتر. فدلوقتي احنا عندنا عينينا بتستقبل الضوء، الضوء زي ما احنا يعني ده الاوبجكت اللي احنا هنشوفه اهو، فعينينا بتستقبل منه الشعاع الضوئي، فالشعاع ده بيمشي في العين وبيعدي من خلال عدة اوساط، طبعا الاوساط من مكونات العين المختلفة اوساط مختلفة، فبالتالي الضوء ده بيتعرض لانكسارات مختلفة، شعاع الضوء ده بيتعرض لانكسارات مختلفة لحد ما يفضل ماشي مكمل طريقه لحد ما يثبت او يوصل للريتنا. الريتنا بتستقبل شعاع الضوء ده، وبعدين في الريتنا ذات نفسها هندرس قدام في المحاضرة دي الريسبتورز اللي موجودة في الريتنا، فالريسبتورز اللي موجوده في الريتنا دي هتستقبل الضوء زي ما قلنا، وبعدين هتبعت اشارات او امبلسز للمخ، وبعدين المخ ده هيستقبل الكهرباء او الاشارات اللي جايه من الريسبتور ويدينا بيرسبشن او احساس بالرؤيه، تمام؟ دي بالظبط الميكانيزم بتاعه الرؤيه عندنا. طيب في السلايد دي هو بيتكلم عن ازاي الضوء او شعاع الضوء ده بيرتكز على الريتنا ذات نفسها، تمام؟ بيقول لك هنا ان عين النورمال اي العين الطبيعيه تقدر ان هي تريفراكت اللي هو يعني الضوء لما يتعرض للانكسار يعني زي ما قلنا جوه العين، شعاع الضوء ده اللي بينكسر جوه العين، اللي هي اشعه الضوء اللي بتبقى العين مستقبلاها على بعد 6 متر او اكتر، عينك بتقدر ان هي تستقبل شعاع الضوء ده وتعمل له انكسارات متتاليه بحيث ان هو يوصل او يبقى فيه يعني في الاخر يستقر على الريتنا، تمام؟ مش عايزين حاجه من السلايد دي غير اننا نعرف ازاي ميكانيزم الرؤيه، ونعرف ان لازم ان الصوره ترتكز على الريتنا والريتنا تستقبلها علشان اشوف، لان هنلاقي او مش عارفه انتوا اخدتوا الامراض دي ولا لسه، لو مثلا الصوره اتجمعت قدام الريتنا او ورا الريتنا الانسان ما بيشوفهاش، تمام؟ زي مثلا امراض اللي هو قصر النظر او طول النظر، سمعنا كتير عن الحاجات دي، فعلشان احنا نشوف لازم الصورة او الشعاع الضوئي يكون الريتنا هي اللي استقبلته، ما تجمعش قدامه ولا تجمع قدامها ولا تجمع وراه، بس مش عايزين نعرف اكتر من كده. وكمان معلومة ان التوتال ريفراكتيف باور اللي هي قوة الانكسار او انكسار الضوء داخل الريتنا دي بتعادل 59 دايوبترز، دي اللي هي وحدة القياس يعني. ويعني علشان تبقوا عارفين اكتر ايه هي الريفراكتيف باور دي من غير الدخول في تفاصيل، تقدروا تعتبروها الاوبتيكال باور اللي هي قدرة الرؤية، تمام؟ ده علشان مجرد اننا نبقى عارفينها كمفهوم يعني. طيب عندنا هنا شوية انبيهات كده،
اول ان بي بيقول لك ان الاي هاز لينس سيستم، اللي هو لينس سيستم اللي اتكلمنا عنه في اول سلايد خالص، اللي هم 4 اوساط شفافه: الكورنيا والاكيوس هيومر والاي لينس والفيتريوس هيومر او الفيتريوس بودي. اوكي طيب، وقال لك ان ال4 اوساط دول ليهم ديفرنت ريفراكتيف انديسز، اللي هو معامل الانكسار بتاعهم مختلف، فبالتالي وكلهم بيكون معامل الانكسار بتاعهم اقل من معامل الانكسار بتاع الهواء، فبالتالي شعاع الضوء لما بيدخل بيتعرض لانكسارات متتاليه علشان الاوساط ذات نفسها مختلفه. تمام. طيب تاني معلومه بيقول لك ان اللينس سيستم اوف ذا اي هو عند العدسه بتاعه العين، يعني عندك بتكون كونفكس. يعني ايه كونفكس؟ يعني مقعره، والعدسه المقعره زي ما احنا عارفين من اعدادي ان هي بتجمع الضوء، فالعدسه المقعره دي بتعمل كونفرجنج للضوء على او لاشعه الضوء اللي جايه للعين دي على الريتنا، بحيث ان هي تتجمع على الريتنا ويدينا الاحساس بالرؤيه. طيب بيقول لك بقى التوتال ريفراكتيف باور بتاعه الاي اللي احنا سالنا في السلايد اللي فاتت، اللي هي 59 دايبترز، وقلنا ان دي وحده القياس. بتتجاب ازاي بقى التوتال ريفراكتوري باور دي؟ عموما هي بتتجاب 1 على الفوكال لينس ان مترز. الفوكال لينس ده اللي هو البعد البؤري. شايفه ان الموضوع يعني في تفاصيل اكتر احنا مش محتاجينها، فمجرد ان احنا نبقى عارفين ان الريفراكتيف باور دي نقدر نسميها الاوبتيكال باور، اللي هي قوه الرؤيه يعني، وهي مقدارها 59 دايبترز، وقلنا ان هي بتتجاب ازاي؟ بنحسبها عن طريق اننا بنعمل 1 على الفوكال لينس اللي هو البعد البؤري بالمتر طبعا، بس مش عايزين نعرف اكتر من كده. بعد كده رابع معلومه ان هو بيقول لك موست اوف ذا كونفرجنج باور، او الكونفرجنج باور دي هي الريفراكتيف باور، هي الاوبتيكال باور، ونقدر كمان اننا نسميها الفوكسنج باور، ليها اسامي كتير، فعلشان ما تتلخبطوش ما بين المفاهيم والاسامي الكتيره دي، تقدر تعتبر الريفراكتيف باور هي الكونفرجنج باور، هي الاوبتيكال باور. تمام. بيقول لك بقى ان موست اوف الكونفرجنج باور اوف ذا اي بروفايدد باي الكورنيا، القرنيه بتاعه العين معظم الكونفرجنج او الريفراكتيف باور جايه منها، وبس بيقول لك ان هي الريفراكتيف باور بتاعتها او الكونفرجنج باور بتاعتها ثابته، ما بتقدرش تتغير. ده هينقلنا لمعلومه تانية، هل كده ده معناه ان في حاجه من مكونات العين الكونفرجنج باور او الريفراكتيف باور بتاعتها بتقدر تتغير؟ لك اه طبعا، لازم اصلا الريفراكتيف باور دي تتغير علشان اقدر عيني تشوف الحاجات البعيده والحاجات القريبه. بمعنى انت دلوقتي نتخيل ان عينك الريفراكتيف باور بتاعتها ثابته. طيب انا قلت ان في السلايد اللي هي اللي فاتت كنا قلنا عينك بتقدر تستقبل اشعه الضوء مثلا وتعمل لها ريفراكشن وكده على بعد 6 متر او اكتر. طب لو الحاجه دي قربت اكتر من 6 متر، ده معناه ان انا مش هشوفها؟ لا، من رحمه ربنا ان اللينس بتاعنا الاي لينس بتاعتنا الريفراكتيف باور بتاعتها قابله للتغيير. يعني ايه قابله للتغيير؟ يعني اللينس ده من الاخر بيتشد وبيرخي، بيتشد وبيرخي على حسب الجسم ده مسافته او مدى قربه منك قد ايه. تمام. تعالوا كده بنقرا الان بي دي، وبعدين تعالوا هوريكم الصوره ونفهم ازاي الموضوع ده بيحصل. بيقول لك ان الاي لينس عنده القدره على تغيير الريفراكتيف باور بتاعته، وبيقول لك ان الريفراكتيف باور بتاعته طبعا اقل من الكورنيا. خلينا عارفين او متفقين ان الكورنيا هي ليها اكبر ريفراكتيف او اكبر كونفرجنج باور. تمام. من ضمن مكونات الاي لينس يعني او اللينس سيستم، يعني اللينس طبعا او الاي لينس اقل منها، عدسه العين اقل منها، لكن الميزه ان هي بتقدر تتغير الريفراكتيف باور بتاعتها على حسب المسافه ما بينك وما بين الاوبجكت اللي انت عايز تشوفه، بحيث ان انت في النهايه شعاع الضوء ده هدفنا كله ان هو يوصل للريتنا بحيث ان انا اشوف. تمام. وده اللي بنسميه الاكوموديشن. الاكوموديشن اللي هو ان انا اقدر اوازن او اقدر اشوف الحاجات القريبه مني والحاجات البعيده عني، وعيني تقدر تعمل موازنه ما بين المسافات دي. تعالوا بقى ما نشوف الصوره. دلوقتي احنا عندنا الصوره دي، عندك جسم بعيد، في جسم بعيد، هو طبعا يعني كان نفسي يكون في جسم حقيقي بس ما علينا، في جسم بعيد. تمام. انا اعتبر ان هو الماوس ده كده، الماوس ده واقف بعيد اهو عن العين، فالعينك عايزه تشوف او تجيب الجسم البعيد ده، فايه اللي بيحصل؟ بص، عندك الايلنس اللي هي عدسه العين، اللي هي دي، احنا شلنا عدسه العين من هنا وجبناها هنا هي لوحدها بحيث ان انت تشوفها لوحدها. عدسه العين دي مشدوده بليجامنتس او خيوط كده من فوق، والخيوط دي هي اللي بتتشد وبترخي، بحيث ان هي لما تتشد تعمل فلاتنينج كده للايلنس، تخليها فلات، وبحيث ان هي لما ترخي تخليها راوندد، مدوره بالشكل ده. تمام. طيب لما الجسم بيكون بعيد فانت محتاج تحد نظرك قوي او تدقق قوي ان انت تجيبه، فبالتالي الليجامنتس دي بتتشد وتروح عامله اللينس تخليه فلات. تمام. بحيث ان اشعه الضوء لما تيجي من الماوس اللي هو واقف اهو بعيد
توصل في الاخر ان هي تتجمع على الريتم. بيقول لك هو rays from distant object اللي هو جسم بعيد focused on the retina by flattened lens. flattened lens وعرفنا ان هو حصل له flattening ازاي، عن طريق الليجامنتس دي راحت شده البتاع اللينس من فوق وبالتالي عملت له flattening. طيب لما يجي جسم قريب، شايفين هنا النقطة دي يعني كناية انه الجسم قريب، يعني ادي الماوس اهو قريب من العين، اقرب من المسافة التانية. طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ان انت الليجامنتس اللي هي ماسكة في الاي لينس دي مش محتاجة ان هي تتشد، فبالتالي بترخي زي ما احنا شايفينها في الصورة مرخية كده. طب لما هي رخت ايه اللي حصل؟ خلت الاي لينس راوندد شوية بالمنظر ده، تمام؟ فهنا بيقول لك اهو الليجامنت ريلاكسد واللينس مور راوندد، وده هيخليك تشوف الجسم القريب، تمام؟ فعلشان ما ننساش الجسم القريب مني انا مش محتاجه اشد عيني قوي علشان اشوفه، فبالتالي الليجامنتس بتكون مرخيه كده فبتكون اللينس راوندد وبقدر اشوفه كويس. لكن الجسم اللي بيكون بعيد فانا محتاج اشد الليجامنتس بتاعتي بحيث ان انا اقدر اشوفه، وعينك يعني اللينس بتاعك بيكون راوندد سوري بيكون فلاتند، بحيث ان في الاخر في النهاية هنا او هنا الريز تتجمع على الريتنا. طيب لو حد خد باله من السلايد اللي فاتت دي، لو شايفين مثلا الاوبجكت اهو حد واقف مثلا، دي راسه اهي ودي رجله، فالصورة رايحة على الريتنا ازاي؟ لو مشينا كده مع السهم او مع شعاع الضوء هنلاقي ان الصورة واصلة على الريتنا مقلوبة، يعني راس الراجل تحت ورجله فوق. كنا سمعنا حاجة زي كده برضو واحنا بناخد العدسات والمرايات والحاجات دي في اعدادي، لكن يعني مركزناش فيها قوي. فهنا عموما يعني انت الصورة بتوصل للريتنا بتاعتك مقلوبة، يعني الشخص ده راسه تحت ورجله فوق، تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل عشان الصورة دي انت ما بتشوفش الناس مقلوبة، انت بتشوف الناس واقفة عدل عادي. فبالتالي اللي بيحصل علشان محتاج تعرف ايه اللي بيحصل علشان الصورة انت تبقى شايفها معدولة في حين اساسا ان شعاع الضوء وصل لك مقلوب. والله الموضوع ده بكل بساطة، أو هو يعني بكل بساطة ككلام لكن بكل تعقيد كحقيقة، إن أنت الصورة اللي بتوصل على الريتنا زي ما قلنا بتبقى مقلوبة upside down كده، الشخص ده بيكون مقلوب، وكمان بتكون undergo mirror reversal يعني بتكون كأنك شايف الصورة بعكس في المراية، تمام؟ طب إيه اللي بيحصل عشان أشوف الناس مظبوطة كده بالشكل ده؟ اللي بيحصل إن البرين بتاعك مخك بينظم الفيجوال ايمجز اللي بتوصل على الريتنا دي، بينظمها على حسب الموقع بتاعها وكده، بحيث ان هي في الاخر تبقى اوتوماتيك، بمعنى اصح انت تشوفها معدوله. شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ هو انت مخك اللي بيظبط الحكايه دي، بيستقبل الصوره وبيبدا يظبطها على حسب اللوكيشن بتاعها والكلام ده كله، فبتبقى اوتوماتيك انت خلاص شفت الصوره دي كده معدوله. فهو الموضوع ككلام يعني بسيط جدا جمله واحده، لكن سبحان الله في الحقيقه الحكايه دي معقده جدا، فسبحان الخالق يعني. طيب بيقول لك كمان ان انت احنا طبعا عندنا عينين، فبالتالي عندنا تو ريتنا، فكل ريتنا بتستقبل صوره. طب ازاي بيحصل فيوجن ما بينهم؟ هل ده معناه مثلا ان انا بشوف يعني بعين بشوف بيه حاجات معينه وعين تاني بشوف حاجات معينه او جزء معين من الصوره؟ قال لك لا، انت بتشوف صوره واحده، فلازم بيحصل فيوجن او بيحصل دمج ما بين الصوره المستقبله على الريتنا اليمين والصوره المستقبله على الريتنا الشمال، فالاتنين بيحصل ما بينهم فيوجن، والكلام ده بيحصل في المخ طبعا علشان تشوف الصورة كاملة. طيب ده كده بالنسبة للسلايد دي، مش عايزين نعرف فيها اكتر من كده. طيب نيجي هنا بقى على الريتينال ريسبتورز. احنا قلنا في اول المحاضرة ان انت الشعاع الضوء بيوصل على الريتنا، والريتنا بيكون فيها ريسبتورز، والريسبتورز دي بتستقبل الضوء، بتكون حساسة للضوء وبتعمل اكشن بوتنشال وتبعته للمخ، والمخ يديك البرسبشن او الاحساس بالرؤيه. لما جينا نبص على الريسبتورز بتاعه الريتنا لقينا فيه نوعين من الريسبتور، نوع اسمه رودز ونوع اسمه كونز. طب على اساس ايه سميتهم رودز وعلى اساس ايه سميتهم كونز؟ لما جيت ابص عليهم لقيت فيه جزء مشترك ما بينهم الاثنين شبه بعض فيه. شايفين الجزء اللي هو ده الساينابس مثلا زي بعض، النيوكليس الجزء بتاع النيوكليس زي بعض اللي هو الانر سيجمنت يعني، لكن لقينا اختلاف في الاوتر سيجمنت. الاوتر سيجمنت بتاعه الريسبتورز مختلفه، الكونز واخده شكل مخروطي فعشان كده سميتها كون اللي هو المخروط، فسميت الريسبتورز دي كونز. والريسبتورز الثانيه اللي لقيت فيها الاوتر سيجمنت واخده شكل القضيب كده فسميتها رودز، والرودز ده اللي هو يعني على انها قضيب فبالتالي رودز اسمها رودز، تمام؟ فده سبب التسمية على حسب الشكل، سبب التسمية على حسب شكل ايه الاوتر سيجمنت بتاع الريسبتورز، تمام؟ طيب بيقول لك ان الرودز والكونز دول هم عبارة عن نيرف سيلز، و
الدندرايتس بتاعتها موديفايد انتو فيجوال ريسبتورز، اللي هي النهايات بتاعتها حصل لها موديفيكيشن كده بحيث ان هي تكون فيجوال ريسبتورز. يعني فيجوال ريسبتور يعني ايه؟ يعني حساسه للضوء، ريسبتورز حساسه للضوء، تحس شعاع الضوء لما يلمسها او يجي عليها. تمام. طيب بس ده كده بالنسبه لشكل الريتنال ريسبتور اللي هي الرودز والكونز. تعالوا بقى اما نشوف كل جزء من اجزاء الريسبتور ده يعني عباره عن ايه. طيب اول حاجه عندنا زي ما قلنا عندنا الريسبتور بيتكون من اوتر سيجمنت وانر سيجمنت، واللي هما ده الاوتر سيجمنت وده الانر سيجمنت، وفي حاجه اسمها نيوكليس بارت اللي هو الجزء اللي بيكون فيه نيوكليس، وحاجه اسمها الساينابتك ريجون اللي هي بيكون فيها الساينابس. والساينابس دي بتعمل يعني بتعمل ساينابس مع نيرفز تانية وكده، فمش علينا يعني تفاصيل اكتر من كده عنها. يعني اللي عليه تفاصيل كتير هو يعتبر الاوتر سيجمنت والانر سيجمنت. الاوتر سيجمنت والانر سيجمنت هما طبعا الفرق ما بين رودز والكونز. تعالوا ما نشوف بقى هو قايل فيهم ايه. الاوتر لاير او الاوتر سيجمنت هي عباره عن لونج سلندريكال، بتبقى لونج سلندريكال في الرودز وبتكون شورت كونيكال في الكونز زي ما احنا شفنا في الصوره اللي فاتت. قال لك كمان ان الاوتر سيجمنت بتحتوي على حاجات كتير كده عباره عن ديسك شيب لاميلي، وبتبقى فيها فولز كتير. يعني الديسك لاميلي دي لو جينا نبص مثلا في الصوره ونعتبر ان دي فولز، بصوا دي كده مليانه فولز كتير كده، وهنا نفس الحكايه فولدز في السلم في السلمبرين بتاعها. تمام. طب الفولدز اللي موجوده في السلمبرين دي وظيفتها ايه او بتحتوي على ايه؟ قال لك ان هي بتحتوي على مولكيولز كده اوف ماده اسمها فوتو سنسيتيف فوتو بيجمنتس. الفوتو بيجمنتس دي مهمه جدا جدا جدا، هي اصلا اللي بتستقبل لك الضوء او هي اصلا اللي بتحس بالضوء. تمام. فالفوتو بيجمنتس اللي بتبقى موجوده في الفولدز بتاعه اللاميلي او في الفولدز بتاعه السلمبرين بتاعه اللاميلي دي بتبقى مدفونه جواها ومكانها في الاوتر سيجمنت. تمام. طيب الانر سيجمنت بقى فيه ايه؟ قال لك الانر سيجمنت بيحتوي على ميتوكوندريا كتير، انت محتاج طاقه، فبالتالي الميتوكوندريا متوفره بكثره في الانر سيجمنت بتاعه الرودز والكونز. طيب تالت جزء من الاجزاء بتاعه الفوتو ريسبتورز اللي هي السيجمنت اوف النيوكليوس، والسيجمنت اوف النيوكليوس دي قلنا ما عليهاش كلام اكتر من انها بتحتوي على النيوكليوس، واخر حاجه السينابتك بودي اللي هو بيعمل سينابت مع البايبولر سيلز. هنعرف برضو البايبولر سيلز دي فين وبتعمل ايه والكلام ده كله. تمام. نعرف بس ان هي بتعمل سينابس مع حاجه تانية وخلاص. طيب نقول تاني، تعالوا ما نقول بقى على الصوره عندنا الفوتو ريسبتورز سواء رودز او كونز. هما اصلا ايه رودز والكونز دول؟ دول الريسبتورز اللي موجودين في الريتنا اللي هم حساسين للضوء. تمام. طيب نبدا التركيب بتاعهم من بره. الاوتر سيجمنت في الرودز بتبقى عباره عن سلندريكال ولونج، اما في الكونز بتبقى عباره عن حاجه شورت وكونيكال. تمام. طيب الاثنين هما الاثنين سواء في الرودز او الكونز في فولز كتيره في السلمبرين. طيب الفولز دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على فوتو بيجمنت. قلنا الفوتو بيجمنت دي مهمه جدا ونحط تحتها خطوط كتير كده، هي اللي بتحس لك الضوء او هي اللي سنسيتيف للضوء. طيب ننزل تحت شويه هنلاقي الانر سيجمنت. الانر سيجمنت فيها كميه ميتوكوندريا كبيره علشان انت محتاج طاقه، فبالتالي كميه الميتوكوندريا اللي موجوده في الانر سيجمنت بتكفي ده. تمام. لان فيها هنعرف قدام ان فيها حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. انتوا عارفين طبعا الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، سمعتوا عنها قبل كده، فانا بقول اي تي بيز يعني انا محتاج اي تي بي، البوابه دي محتاجه اي تي بي، فبالتالي لازم يكون جنبها ايه؟ ميتوكوندريا تمدها بالاي تي بي. اوكي. طيب عندنا بقى رابع او ثالث جزء في الفوتو ريسبتورز اللي هي النيوكليوس بارت، وما فيهوش هو في النيوكليوس ومش عايزين نعرف عنه اكتر من كده. واخر حاجه سينابتك ريجون اللي هي قلنا بتعمل سينابس مع الباي بولر نيرف سيلز، وبرده يعني مش مهم اننا نتعمق في تفاصيلها، هنعرف الكلام ده كله قدام. طيب حتى الان تمام، واتمنى الدنيا تكون تمام. من اول السلايد دي لحد السلايدز اللي جايه هيبقى الكلام كله بايوكيمستري شويه، فهناخده على بق واحد كده ان شاء الله يعني تفهموه. اول حاجه بيتكلم على الفوتو بيجمنتس اللي هي الفوتو بيجمنتس اللي اتكلمنا عنها اللي موجوده في الاوتر سيجمنت بتاعه الرودز والكونز. هنعرف الفوتو بيجمنتس دي بتتكون من ايه، وزي ما قلنا ان هي اساسا هي الحساسه بالضوء. طب هي حساسه بالضوء ازاي او هي بتحس بالضوء ازاي؟ قال لك والله الفوتو بيجمنتس دي اول ما بيجي الضوء عليها بيحصل لها انها بتتحلل، ولما بتتحلل ده بيعمل اكسايتيشن للريتينال نيرونز، فبالتالي بيحصل اكشن بوتنشال ويتنقل للمخ، وبعدين تبدا يحصل لك بيرسبشن او احساس بالرؤيه.
تمام. نقول تاني، الفوت ويجنز دي لما الضوء بيلمس، اول ما الضوء يجي عليها يحصل لها انها ديكومبوزيشن او تحلل، تمام. فلما بيحصل لها تحلل ده بيعمل اكسايتيشن للريتينال نيرونز، والريتينال نيرونز دي بيبدا تبعت اكشن بوتنشال للمخ وهكذا. بس مش هنقول اكتر من كده، ندخل بقى على التركيب بتاعها كبايو كيمستري. قال لك الفوت بيجمنت دي ذا فوت بيجمنت اوف الرودز بتبقى اسمها رودوبسين، من اسمها رود رودوبسين، تمام. طب هل الكونز الفوتو بيجمنت بتاعتها هنسميها كونوبسين؟ قال لك لا، الكونز دي ليها ثلاث اسماء على حسب الالوان. بالمناسبه او قبل ما نقول الالوان والكلام ده، الرودز اصلا هي مسؤوله عن الرؤيه الليليه، تمام. الريسبتورز دي بتاعت الرودز هي المسؤوله عن الرؤيه الليليه، اما الكونز فهي مسؤوله عن الرؤيه النهاريه. طب انت بالنهار لما جيت مثلا، لما نيجي مثلا نقارن ما بين حاجه بتشوفها بالنهار، الالوان مثلا بتشوفها بالنهار والوان بتشوفها بالليل، طب هل وانت ماشي بالليل بتشوف لون الشجر نفس لون الشجر اللي انت بتشوفه بالنهار؟ اكيد لا، حتى لو هتشوفه اخضر فانت بتشوفه اخضر غامق اغمق من اللي انت بتشوفه بالنهار بكتير. وده لان الكونز بتاعتك الفوتو بيجمنتس بتاعتها ليها 3 فوتو بيجمنتس. في فوتو بيجمنتس ريد سنسيتيف، يعني حساسه للضوء اللي هو بيديك احساس باللون الاحمر، ريد سنسيتيف اللي هي بنسميها اريثرو لاب. اريثرو لاب، اريثرو دي اللي هي لو عارفين الاريثروسايت اللي هي كرات الدم الحمراء، اريثرو اللي هي حمراء، تمام. فاريثرو لاب تمام، ده اللي هي ريد سنسيتيف ريسبتور سوري فوتو بيجمنتس بتاعت الكونز. طيب في الحساسه للون الاخضر اللي هي جرين سنسيتيف بنسميها كلورو لاب، برضو علشان ما تنسوش او ما تتلخبطوش، فاكرين الكلوروفيل بتاعت ورقه الشجره والبلاستيدات والحاجات اللي كنا بناخدها في اعدادي دي، كان في حاجه اسمها كلوروفيل وخضره، فعلشان برضو ما تنسوش اسمها كلورولاب، جاي من كلوروفيل يعني. طيب واخر حاجه بقى اللي هي البلو سنسيتيف اللي هي السيانولاب، برضو علشان ما تنسوهاش، فاكرين السيانوزس اللي هو الزرقان بسبب ان ما فيش دم واصل للاورجان وكده، تمام، اللي هو الزرقان اللي هو سيانوزس، هي اسمها سيانولاب، تمام. كل الاسامي هي مش جديده، ما تلخبطش خالص. هنحط اللون وراه لاب، تمام. ده اللي هو الايه الفوتو بيجمنتس بتاعت الكونز. وقلنا ان الكونز بما انها مسؤوله عن الرؤيه النهاريه فانا بشوف الوان كتير وحاجات كتير متنوعه، فبالتالي هيبقى عندي اكتر من فوتو بيجمنتس، تمام. اما الفوتو بيجمنت الوحيده بتاعت الرودز اللي هو المسؤول عن الرؤيه الليليه اللي هي اسمها رودوبسين، تمام. طيب بيقول لك الفوتو بيجمنت عموما كونسيست اوف بروتين، بتتكون من بروتين، وفي الغالب يعني بسميه اوبسن، حاجه اوبسن زي رودوبسن سكوتوبسن، هناخد الكلام ده قدام. بتتكون من جزء او شق بروتين، والشق الثاني منها بيكون الالدهيد اوف الفيتامين اي، والالدهيد اوف الفيتامين اي ده اسمه ريتينال، برضو لو اخدتوه في البايوكيمستري قبل كده، اوكي. فانت عندك الفوتو بيجمنت بتتكون من شقين، الشق الاول بروتين، الشق الثاني او اوبسن اخر اوبسن يعني، والشق الثاني الالدهيد بتاع الفيتامين اي اللي انا بسميه ريتينال، تمام. طيب هناخد الرودوبسن ونعرف الفوتو كيمستري بتاعه يعني كويس قوي قدام، وبيقول لك بقى ان انت ايه، مش هنتعمق في الكونز يعني، او الفوتو بيجمنت بتاعت الكونز. اهم حاجه السلايد دي تكونوا فاهمينها كويس. اول حاجه، اول معلومه عايزاكم تعرفوها، ان الفوتو بيجمنت بتاعت الرودز بسميها رودوبسن، والكونز ليها 3 فوتو بيجمنت، ريسرو لاب، سيانولاب، وكلورو لاب. واخر حاجه ان هو الفوتو بيجمنت، كل فوتو بيجمنت بيتكون من شقين، الشق الاول بروتين وبسميه حاجه يعني اخرها اوبسن، والشق الثاني الالدهيد بتاع الفيتامين اي اللي هو الريتينال، وده ثابت في كل الفوتو بيجمنتس اصلا، ده الشق الثابت في كل الفوتو بيجمنتس، تمام. طيب تعالوا بقى اما نشوف هنا من وجهه نظر البايوكيمستري ازاي الرودوبسن بيشتغل او بيعمل اكتيفيشن او اكسايتيشن للرودز. في السلايد اللي فاتت اتفقنا ان اي فوتو بيجمنت بتتكون من شقين، اللي هو شق بروتين اخر اوبسن، والشق الثاني اللي هو الالدهيد بتاع الفيتامين اي اللي هو الريتينال. طيب لما جينا قلنا على الاسم بتاع الفوتو بيجمنت بتاع الرودوبسن، قلنا من اسمها رود رودوبسن. طب هل ده معناه ان الرودوبسن بيتكون من، اقدر اقول مثلا الشق اللي هو الاوبسن والجزء اللي هو الالدهيد بتاع الفيتامين اي اللي هو الريتينال؟ قال لك ما ده اللي انت قلته لي السلايد اللي فاتت. طب ماشي، طب البروتين اللي انا هدخله او اللي انا هستخدمه ده هيبقى اسمه ايه؟ قال لك البروتين ده هيبقى اسمه سكوتوبسن. انا بقول لكم اسمه بدري علشان عايزه اقول حاجه، البروتين ده اسمه سكوتوبسن، وقلنا الريتينال ده ثابت في كله، تمام. طيب ده معناه ان انا لو جبت سكوتوبسن ورحت ممسكه في ريتينال هيديني رودوبسن؟ مش انت قلت لي كده؟ مش قلت لي ان انت البروتين بمسكه في ريتينال ويديني الفوتو بيجمنت؟ قال لك لا، ما هو في مشكله صغيره،
انت لو جبت الاسكوتوبسن ورحت ممسكه في الريتينال هيتكون رودوبسن، بس مش رودوبسن اللي احنا عايزينه، هيتكون رودوبسن ضعيف بيتحل بسرعه بيتفك بسرعه، وبالتالي مش ده اللي انا محتاجه، انا محتاج رودوبسن ثابت. طب المفروض ايه اللي يحصل، او المفروض ايه التغيير اللي اعمله في المكونين دول علشان يدوني الرودوبسن الثابت بتاعي؟ قال لك هتعمل تغيير صغير قوي، ان الريتينال هيبقى ليه كونفيجريشن معين كده، تركيب معين، بحيث ان هو لما يمسك في الاسكوتوبسن يكون لي مركب ثابت اللي هو الرودوبسن اللي انا عايزاه. طب الكونفيجريشن او التغيير ده هيكون عباره عن ايه؟ قال لك انت هتسمي الريتينال ده 11 سيس ريتينال. ملناش دعوه هو عمل 11 سيس ريتينال ازاي، الكلام ده في البايوكيمستري كله، احنا لينا اننا نعرف ان الريتينال العادي اللي هو الالديهيد بتاع الفيتامين ايه مش هينفع، انا محتاج ان انا اعمل له كونفيجريشن معين او احطه في كونفيجريشن معين بحيث ان هو لما يمسك في الاسكوتوبسن يديني ريدوبسن على طول اللي هو 11 سيس ريتينال. تمام، طيب حتى الان متفقين، يبقى انا عندي ريدوبسن جزء بروتين جزء الايه الريتينال، البروتين بتاعه اسمه سكوتوبسن، وقلنا الجزء الريتينال هغير فيه حاجه خليه 11 سيس ريتينال. تمام، طيب بيقول لك ان الريتينال ليه فورمز كتيره، لكن انا بحتاج السيس بس علشان يكون لي مع الاسكوتوبسن ستيبل كومباوند اللي هو الرودوبسن، ستيبل ثابت مش بيتحل بسرعه زي اللي هو ايه بيتعمل بالريتينال العادي. طيب لما بقى بيتعرض لللايت الرودوبسن بيحصل له كده سلسله تفاعلات هنقولها في السلايد اللي جايه، بحيث ان هو يتحول للمركب الاكتف منه. احنا عارفين مثلا في البايوكيمستري بيكون في مركب وبيحصل له شويه حاجات كده وتغييرات وليله كبيره ولحد ما يتكون للصوره الاكتف من المكون ده، نفس الحكايه اللي احنا هنعملها دلوقتي حالا، ان الرودوبسن اللي احنا كوناه هيبدا يحصل له شويه حاجات، اول ما الضوء يلمسه يتغير في شويه حاجات كده لحد ما يوصل في الاخر للاكتف فورم اوف رودوبسن. وتعالوا ما نشوف الكلام ده. بصوا عندنا دلوقتي الرودوبسن اهو موجود في الرودز عادي جدا والضوء جه عليه، طب اول ما اتعرض للضوء ايه اللي حصل؟ حصل ان هو اتحول لحاجه اسمها باسو رودوبسن. باسو رودوبسن اتمنى اكون بقراها صح، محدش بتاع بايو بيكون بيسمعني دلوقتي. باسو رودوبسن، طيب وبعدين الباسو رودوبسن بيتغير هو كمان ويعمل حاجه اسمها اللومي رودوبسن، واللومي رودوبسن بيتحول لحاجه اسمها ميتا رودوبسن 1، والميتا رودوبسن 1 بيتحول لحاجه اسمها ميتا رودوبسن 2، ونقف عند الميتا رودوبسن 2. طب ليه هقف عند الميتا رودوبسن 2؟ هقف عند الميتا رودوبسن 2 علشان هو ده الاكتف فورم من الرودوبسن. تمام، طيب الاكتف فورم من الرودوبسن ده هو عنده القدره ان هو يعمل استيموليشن ويفتح بوابات ويعمل حوارات بحيث ان هو يعمل لي في الاخر هايبر بولاريزيشن او دي بولاريزيشن والكلام اللي احنا نقوله قدام، فهو الميتا رودوبسن ده هو الاكتف فورم بتاع الرودوبسن، هقف عنده مش هغيره او مش هحوله لحاجه ثانيه. تمام، لان هو ده اللي عنده القدره ان هو يقوم بالليله اللي جايه بعد كده كلها. تمام، طيب دلوقتي الميتا رودوبسن 2 خلاص وصلنا له، ودلوقتي ايه جه الوقت ان هو يتحل. طب هيتحل ايه؟ هيتحل المكونات بتاعته الرئيسيه. طيب ماشي، هتيجي تقول لي المكونات بتاعته الرئيسيه اللي هو اسكوتوبسن وريتينال، هقول لك لا غلط، مش اسكوتوبسن وريتينال، الاسكوتوبسن والريتينال دول المكونين الاساسيين بتوع الرودوبسن، اما دلوقتي انت عملت عليه تغييرات كتير بقى اسمه ميتا رودوبسن، فبالتالي لازم هيكون في ايه حته برضو متغيره. عندك الاسكوتوبسن طلع لك اهو سليم عادي ما فيهوش حاجه ما فيهوش تغيير، اما اللي اتغير اللي هو الريتينال بقى اسمه اول ترانس ريتينال، اول ترانس ريتينال. تمام، يعني مش اللي هو ال11 سيس ريتينال اللي احنا كنا بنقول عليه، ماشي، لان ال11 سيس ريتينال ده بتاع الرودوبسن، يعني لو الرودوبسن اتفك هو اللي يديني 11 سيس ريتينال واسكوتوبسن، اما ده مين اللي بيتفك؟ الميتا رودوبسن 2. في فرق يعني ما بينهم علشان ما تنسوش. فالفرق ما بينهم ده بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في اني هغير اسم الريتينال، ما بدل ما كان اسمه 11 سيس ريتينال هسميه اول ترانس ريتينال. طيب عندك دلوقتي اهو الاسكوتوبسن خرج والاول ترانس ريتينال، طب انا عايز احول الاول ترانس ريتينال ده ل 11 سيس ريتينال علشان برضو يتجمعوا يدوني ريدوبسن تاني، ما هو الريدوبسن اللي اتفك وتحول واتعمل وقام بالدور بتاعه ده خلاص بعد ما الدور بتاعه خلص محتاج ان هو يرجع تاني زي الاول بحيث ان هو يرجع يستقبل شعاع ضوء تاني ويرجع يمشي السايكل تاني من الاول، ما ينفعش السايكل تقف عند مركب معين وما يحصلوش ان هو يرجع يتكون تاني المركب الرئيسي. اوكي، فانت عندك الالترانس ريتينال ده هيمشي في اتجاهين، يا اما هيبقى حلو كده وابن ناس وسالك ويمشي يديني 11 سيس ريتينال على طول عن طريق الايزوميريز، يا اما هيتحول لحاجه اسمها اول ترانس ريتينول، والاول ترانس ريتينول عن طريق الايزوميريز، الاول ترانس ريتينول ده اللي هو بيقولك ان هو فيتامين ايه، يعني عن طريق الايزوميريز هيتحول ل 11 سيس ريتينول، وال11 سيس ريتينول يتحول ل11 سيس ريتينال، والحمد لله على السلامه وصلنا ل11 سيس ريتينال، غلباوي ده.
تمام. فهو عنده طريقين، يا اما طريق يجي لك عدل على طول ويروح متحول من اول ترانس ريتينال ل 11 سيس ريتينال، يا اما يبقى هو عايز يغلبك بقى ويتحول لاول ترانس ريتينول وبعدين 11 سيس ريتينول وبعدين 11 سيس ريتينال. طيب دلوقتي انا وصلت في النهايه ان انا عندي 11 سيس ريتينال وعندي الاسكوتوبسن اهو. طب الاثنين دول لما اول ما يشوفوا بعض هيعملوا ايه؟ يروحوا متجمعين على طول ومكونين لك المركب الستيبل بتاعك اللي هو الرودوبسن. الحمد لله على السلامه يا جماعه، قلت لكم ناخدها في بق واحد، الحمد لله خلصت. طيب احنا اعتقد دلوقتي بعد ما قلناها بقت سهله اهي وبسيطه، نقول تاني سريعا. دلوقتي عندك الرودوبسن، عندك الرودوبسن هو اللي بيكون حساس للضوء. طب لما الضوء بيلمسه بيحصل ايه؟ قلنا بيحصل شويه التغيرات اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجه ان هو بيتحول لباسل رودوبسن، بعدين لومي رودوبسن، ميتا رودوبسن 1، ميتا رودوبسن 2. وصلت الميتا رودوبسن 2 اقف، هو ده الاكتيف فورم، مش عايز اكتر من كده، هو اللي هيقوم بالواجب بعد كده. طيب خلاص قام بالواجب وقام بدوره، ما بقاش له لازمه، محتاج ان انا ايه احله تاني علشان ارجعه للرودوبسن بتاعنا. هيتحل ازاي؟ هيتفك المكونين الرئيسيين اللي هو بروتين وريتينال. طيب البروتين اللي هيطلع، سوري، البروتين اللي هيطلع اللي هو الاسكوتوبسين بتاعنا، اما الريتينال اللي هيطلع مش هيبقى، مش هينفع يبقى 11 سيس ريتينال، هيكون اول ترانس ريتينال. الاول ترانس ريتينال يا اما ليه سكتين، يا اما السكه السهله اللي هو بالايزوميريز هيتحول لك لا 11 سيس ريتينال على طول، يا اما يكون غلباوي شويه ويتحول لحاجه اسمها اول ترانس ريتينول، والاول ترانس ريتينول يتحول ل 11 سيس ريتينول. وما ننساش طبعا انه عن طريق الايزوميريز. دلوقتي عندك 11 سيس ريتينال وسكوتوبسين، الاثنين يتجمعوا لك مع بعض في بيقول لك في دقايق يعني، ويكون لك الرودوبسن تاني. تمام. طيب نيجي بقى للسلايد دي، بيقول لك ان الاكتيف فورم او الاكتيفيتد رودوبسن اللي هو اسمه الميتا رودوبسن 2، وبيقول لك ان هي ليه، ان هو ليه نفس الكيميكال ستراكشر بتاع الريستنج رودوبسن، لكن بيكون مختلف عنه في الكونفيجريشن بتاعه. تمام. اللي هو الكونفيجريشن بتاع الريتينال بدل ما كان اسمه 11 سيس ريتينال بقى اسمه ايه؟ اول ترانس ريتينال. تمام. طيب وبيقول لك ان الاكتيفيتد رودوبسن اللي هو الميتا رودوبسن 2 بيكون طبعا زي ما قلنا هو نشط جدا، فبيكون انستابل، وبالتالي بيتفك لوزن سكند يعني انتو سكوتوبسن واول ترانس ريتينال زي ما وضحنا في الرسمه اللي فاتت. وبيقول لك ان الاكشنز دي كلها بتحصل في الهايلي فولدد اوتر سيجمنت بتاعه الرودز. الهايلي فولدد اوتر سيجمنت، تعالوا ما نفتكر تاني شكل الريسبتور، ما وراناش حاجه، اللي هي الاوتر سيجمنت. الهايلي فولدد اللي هو الجزء الايه الفولدد قوي اللي موجود في الاوتر سيجمنت ده، طبعا لان ده اللي فيه فوتو بيجمنت، وده اللي بيحصل فيه الليله اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها. اوكي. طيب بيقول لك كمان ان الاكتيفيتد رودوبسن ده بيقدر ان هو يطلع لك الكتريكال تشينجز في الرودز، وبالتالي يحصل ان هو يديك او يعمل هايبر بولاريزيشن او يعمل دي بولاريزيشن زي ما احنا هنتكلم قدام ان شاء الله. بعد كده بقى بيقول لك الريفورميشن اوف الريدوبسن، يعني الريدوبسن بقى لما اللي هي الخطوه الاخيره ان هو ارجع اكون ريدوبسن تاني، بيقول لك بقى ان هو بيحصل ازاي وكده زي ما وضحنا على الرسمه، ان هو ال 11 سيس ريتينال اللي هو الالترانس ريتينال يتحول ل 11 سيس ريتينال، وكده عندك 11 سيس ريتينال وعندك ريدوبسن، سوري اسكوتوبسن، الاثنين يتجمعوا ويدوا لك الستيبل ريدوبسن. وقلنا وبيقول لك كمان ان الستيبل ريدوبسن ده بيفضل ستيبل ثابت عادي، وما بيتحرك ما مش ما بيتحركش ما بيتحلش ما بيحصلوش التغيرات دي لحد لما الضوء يلمسه، وبعدين يبدا السايكل تبدا من الاول تاني. اوكي بس كده. في السلايد دي بقى بيقول لك دور فيتامين A في تكوين الريدوبسن. طبعا فيتامين A مهم جدا في تكوين الريدوبسن، لان احنا عارفين اصلا ان الريتينال ده عباره عن الالديهيد بتاع الفيتامين A، وبالتالي وجود الفيتامين A مهم جدا جدا. بيقول لك ان الفيتامين A طبيعي بيكون موجود في السيتوبلازم بتاع الرودز وفي البيجمنت لاير بتاعه الريتنا. بيقول لك كمان ان الفيتامين A ده بيكون متوفر عموما علشان يكون لك الريتينال اللي هو الالديهيد بتاعه لما ايه انت تحتاجه، اللي هو زي ما قلنا بنحتاجه امتى وبنعمل بيه ايه وكده. طيب بيقول لك بقى لو عندك كميه كبيره جدا جدا من الريتينال في الرودز، الرودز مثلا انت عندك فيتامين اي كتير اتحول لريتينال كتير، فعندك كميه كبيره جدا من الريتينال في الرودز، قال لك ان بيحصل بقى ان الرودز بتاعتك بتاخد الكميه اللي هي محتاجاها، والكميه اللي باقيه من الريتينال ترجع تاني تتحول لفيتامين اي. تمام. وبيقول لك ان الكونفرجن ما بين الريتينال والفيتامين اي اللي هو التحول ما بين الفيتامين اي والريتينال، الاثنين بيتحولوا لبعض يعني، بيقول لك ان ده مهم جدا علشان تقدر الريتنا يعني تقدر تعمل ادابتيشن للديفرنت لايتس، يعني
قوة الضوء على حسب قوة الضوء وكثافة الضوء والكلام ده كله، بيحصل التحول ما بين الريتينال وما بين الفيتامين ايه، وبيقول لك بقى ان ده مهم جدا، الكونفرجن ده مهم علشان يساعد الريتنا ان هي تعمل ادابتيشن ما بين كثافات اللايت المختلفة يعني. طيب الكلام ده هينقلنا لايه؟ الكلام ده هينقلنا ان لو فيتامين ايه قل، احنا عندنا دلوقتي قلنا لو زاد عادي ما يعملش حاجة، طب لو قل؟ قال لك لو قل هيحصل مرض اسمه نايت بلايندنس. النايت بلايندنس ده يا شباب عبارة عن حد عنده نقص في فيتامين ايه، وبالتالي الرودوبسين بتاعه اللي بيتكون مش كتير، وبالتالي هتلاقي عنده العيان ده جاي لك العيادة يشتكي لك ان هو بالليل ما بيشوفش كويس، بيقول لك انا بالنهار بشوف كويس جدا والالوان واضحة وكل حاجة، بالليل بشوف، بحس اني بشوف ظلال بس مش اكتر، بحس اني بشوف كل حاجة رمادي، كل حاجة جري. قال لك هو العيان ده بيكون اصلا عنده نقص في فيتامين ايه والرودوبسين عموما قليل، وبيكون عنده ديفكت على فكرة في الرؤية النهارية والرؤية الليلية، لكن بالنهار ما بيحسش بالديفكت ده لان الكونز بتاعته يعني معوضة النقص ده، تمام؟ يعني بمعنى اصح يعني ان هو الضوء بالنهار بيكون قوي جدا اكتر من الضوء بالليل، وبالتالي ما بيكونش هو حاسس بالديفكت ده، لكن بيبقى ملحوظ جدا امتى؟ في الاضاءة القليلة او بالليل، فيجي يقول لك كده او يجي يشتكي لك ان هو ما بيشوفش كويس بالليل. طيب امتى الشخص يوصل لدرجة ان هو يجيله نايت بلايندنس؟ هل اي حد ما اكلش مثلا كويس بقاله كام يوم، او ما بياكلش فيتامين ايه بقاله كام يوم، او بمعنى صح مثلا مقضيها فاست فود بقاله كام يوم؟ لا الموضوع مش كده، انت اصلا الطبيعي بتاعك ان فيتامين ايه من الفيتامينز اللي هي بتتخزن في الليفر اصلا، الفات سولابل فيتامينز لو فاكرين من البايوكيمستري، اللي هو الاي والكي والاي والدي، دول اللي هو الفات سولابل فيتامينز بيبقوا متخزنين عندك في الليفر اصلا، انت عندك اساسا مخزن. طب هل ده معناه ان مجرد ما المخزن اللي موجود في عينك اللي هو بيبقى موجود في الريتنا ده يفضى ان انت خلاص على طول هيجيلك نايت بلايندنس؟ قالك لا، انت بتفضل تستهلك من المخزون اللي موجود عندك في الليفر. طيب معنى ان حد يجيله نايت بلايندنس ده معناه ان بقاله فتره كبيره جدا الدايت بتاعه ما فيهوش فيتامين ايه خالص، توصل لشهور، فتره توصل لشهور والفيتامين ايه مش موجود في الدايت بتاعه خالص، وبالتالي استهلك كل المخزون اللي موجود في الليفر عنده لدرجه ان هو خلاص ما بقاش عينه مش قادره تكون ريتينال تاني، فساعتها جاله نايت بلايندز. تمام، طيب ده كل اللي انا عايزاكم تعرفوه من السلايد دي. السلايد دي فيها كل الكلام اللي احنا قلناه لو حابين نقراه مع بعض. بيقول لك ان الكونديشن دي بتحصل لما شخص بيكون بيعاني من نقص فيتامين دي زي ما قلنا، وبيكون ده طبعا بيأثر على تكوين الريتينال. كمان بيقول لك كميه الرودوبسين اللي بتبقى موجوده في الرودز بتقل، which is responsible for dark or night vision، اللي هي بتكون مسؤوله عن الرؤيه في الضوء اللي هو الخافت او في بالليل يعني، وطبعا بتكون severely diminished يعني بتكون قلت جدا لان طبعا ما فيش فيتامين اي ولا ريتينال. يقول لك البيشنت ما بيقدرش يسي ان يشوف in dim night or during night. dim night اللي هي الاضاءه، dim light اللي هو الاضاءه البسيطه، والديورنج نايت اللي هو بالليل طبعا. تمام، طيب بيقول لك بقى في النهار زي ما قلنا ان الشخص ده هو عنده ديفكت على فكره لكنه مش حاسس بيه بسبب ان الكونز ايه بتبقى still excited، وطبعا الضوء بيكون عالي جدا فبيحسش بيه. بيقولك كمية كبيرة في العادي يعني كمية كبيرة من فيتامين ايه بتكون مخزونة او متخزنة في الكبد بتاعك، فبالتالي لما يحصل لك نايت بلايندنس ده معناه ان هو الشخص ده must be remain vitamin A deficient diet for months، يعني لمدة شهور ما بياخدش اي فيتامين ايه في الدايت بتاعه. بس بيقولك بقى ان النايت بلايندنس ده، نسينا نقول المعلومة دي برضو، ان هو ده حاجة reversed يعني مش حاجة ثابتة، يقدر يتعالج في خلال ساعة، ان الدكتور يديله حقنة فيتامين ايه في خلال ساعة يرجع تاني يشوف كويس ومفيش اي مشكلة. تعالوا بقى ننقل على عنوان بعد كده اللي هو انواع النيرف سيلز اللي موجودة في الريتنا. لو فاكرين لما جيت قلتلكو لما كنا بنتكلم على السينابس والسينابتك بارت اللي هو من الريسبتور، وقلنا ان هو بيعمل سينابس مع البايبولر سيلز، وقلتلكو هنعرف قدام ايه البايبولر نيرونز دي او البايبولر سيلز دي، ده جه وقتها اننا نعرفها. هنعرف دلوقتي الانواع بتاعه النيرف سيلز، وهنحاول اننا يعني ايه نختصر شويه بحيث ان الفيديو ما يكونش طويل. احنا بقى لنا عنوانين بالظبط، العنوان ده وعنوان كمان، يلا بينا نبدا. اول حاجه بيقولك انت عندك خمس انواع من النيرف سيلز، هنقسمهم مع بعض لاثنين وثلاثه، تمام؟ الاثنين اللي هم الهوريزونتال والاماكراين، والثلاثه اللي هم البايبولر والجانجليونيك وطبعا الرودز والكونز معانا، تمام؟ فاحنا عندنا خمس انواع من الريسبتور، سوري ريسبتورز ايه، خمس انواع من النيرف سيلز، عندنا الهوريزونتال والبايبولر والاماكراين والجانجليونيك، بالاضافه طبعا للرودز والكونز اللي هم الفوتوريسبتور نيرونز اصلا، تمام؟
طيب الاثنين اللي احنا قلنا هناخدهم الاول، تعالوا كده ما ناخدهم الاول. عندنا الاثنين دول اللي هما الاماكراين والهوريزونتال، وظيفتهم ببساطه شديده هما انهبيتوري نيرونز. يعني ايه انهبيتوري؟ فاكرين المثال اللي ضربناه في اول المحاضره خالص، وكنت بقول ان انت لو دلوقتي بتسمعني من الموبايل او من اللاب، فانت باصص على الشاشه، فانت تركيزك كله على الشاشه وشايف كل التفاصيل وشايف الكلام واضح جدا. طيب الحاجات اللي حواليها هل انت شايفها بنفس الوضوح؟ لا، شايفها بلورد كده، صح؟ طيب مين المسؤول عن ده؟ المسؤول عن ده اللي هم الهوريزونتال والاماكراين نيرونز، تمام؟ الهوريزونتال، سوري يا شباب، دي اماكراينز مش راين. الهوريزونتال والاماكراين سيلز دول هم المسؤولين عن الانهبيتوري، يعني بيفضلوا انهبيتوري، ليهم انهبيتوري فانكشن دي، او ريجولاتوري نيرونز، بنسميهم انهبيتوري او ريجولاتوري نيرونز. طب هم ريجولاتوري او انهبيتوري لايه؟ بيعملوا لك حاجه اسمها لاترال انهبيشن. لاترال انهبيشن اللي هي الحركه اللي انا كنت بقول لك عليها دي، انت مركز في حاجه فالحاجات اللي حواليها بلورد. مين المسؤول عن ده؟ المسؤول عن ده الاماكراين والهوريزونتال نيرونز. وقال لك كمان ان دي مهمه جدا، او العمليه دي او الميكانيزم دي مهمه جدا، ان هي بتخليك بتحافظ على الفيجوال اكيوراسي اللي هي دقه الرؤيه. انا مدقق هنا، فبالتالي مش عايز حاجه تشتتني من الحاجات اللي حواليا. فدي من رحمه ربنا ومن الحاجات الجميله جدا في العين يعني. بيقولك ان هو بتحافظ على الهاي فيجوال اكيرسي في الترانسميتنج كونتراست بوردر، في اللي هو الفيجوال ايمج، اللي هو انت تركيزك في حدود المكان اللي انت مركز فيه يعني، بمعنى اصح. اوكي، طيب دول اللي هم الاماكراين والهوريزونتال. طيب باقي الثلاثه اللي هم اللي احنا قلنا عليهم مع بعض دول، اول حاجه اللي هم الفوتو ريسبتور نيرونز، اللي هي الرودز والكونز. فوتو ريسبتور نيرون الدايركت فيجوال باس واي، انت بتشوف، او زي ما قلنا في الاول لما جينا نشرح كيفيه الرؤيه، قلنا ان لما الضوء بيوصل على الريتنا في ريسبتورز بتستقبله وبتعمل اكشن بوتنشال يوصل المخ. طب الباس واي ده بيمشي ازاي؟ قال لك اول حاجه انت عندك البدايه من الريسبتور اللي هم الرودز والكونز. الرودز والكونز بداوا استقبلوا الضوء وحصل فيهم التغيرات والكلام اللي احنا قلناه في البايوكيمستري اللي هي السلايدات اللي فاتت. طب الخطوه اللي بعد كده، الامبلس اللي اتكونت او الاشاره العصبيه اللي اتكونت هتروح لفين؟ هيستقبلها البايبولر سيلز. فاكرين الجزء اللي في الاخر بتاع الساينابس، سوري، الجزء الاخير من الريسبتور الرودز والكونز كنا قلنا فيه في الاخر كده ساينابتك بارت. هو الساينابتك بارت ده بيعمل ساينابس مع البايبولر سيل. البايبولر سيل تستقبل الامبلس او الاكشن بوتنشال، وبعدين يتنقل اخيرا للجانجليونيك سيل، وبعدين في الاخر يروح بقى يعمل الاوبتيك نيرف، والباقي بقى يكمل المخ، تمام؟ فده الدايركت فيجوال باس واي من الريتنا اللي هو رودز وكونز، بعدين بايبولر سيل، وبعدين جانجليون سيل. بس كده، مش هنقول اكتر من كده في النيرف سيلز بتاعت الريتنا. ودي صوره للنيورال سيلز بتاعت الريتنا لو حابين تشوفوها. يعني يقول لك ده هنا الضوء دخل وبعدين استقبله عندك هنا الرودز والكونز. دول الرودز والكونز، الرودز اللي هي الحاجات الجري دي، والكونز اللي هي الحاجات الملونه يعني. خلاص استقبلوهم وحصل فيهم شويه التغيرات في البايوكيمستري او الكيمستري يعني، في الفوتو بيجمنتس اللي موجوده جواهم، فبدا يحصل او يخرج منهم امبلس. الامبلس هتستقبلها البايبولر نيرونز، البايبولر نيرونز هتنقلها للجانجليون او الجانجليونيك سيل، وبعد كده توصل ايه للنيرف، تمام؟ طيب بعد كده العنوان الاخير معانا في محاضره النهارده اللي هو الادابتيشن تو دارك اند لايت. وهنا هضرب لكم مثال، كانت هاجر اللي شرحت لي المحاضره دي السنه اللي فاتت، ندعي لها كلها كلنا يا رب بالتوفيق. كانت وهي بتشرح المحاضره ضربت مثال هنا لطيف قوي وفعلا مقرب المعنى جدا، اللي هو يعني شخص او شخصين، واحد بياكل عسل كل يوم تقريبا، العسل دايما موجود عنده في البيت وبياكله على طول، واحد تاني بياكل العسل كل مره. تفتكروا لو جبت لهم هما الاثنين عسل، مين هيكون متلهف اكتر للعسل ده؟ اكيد اللي بياكله كل سنه مره، تمام؟ فهو المثال ده اللي احنا هنقرب بيه الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. نفس الفكره هنطبقها على الريتنا. بيقولك ان السنسيتيفيتي بتاعه الريتنا بتتناسب تناسب طرديا مع قوه الضوء، تمام؟ طيب بيقولك ان الحساسيه او السنسيتيفيتي بتاعه الريتنا دي بتزيد جدا لما يكون الضوء قليل في بالليل مثلا، او الاضاءه لما بتكون خافته، تمام؟ وبيقل طبعا لما بيكون النهار، يعني الدنيا نهار والجو
في اضاءة عالية، فبالتالي الحساسية دي بتقل. نفس فكرة العسل كده، اللي هو حد بيشوفه كل سنة مرة، هنا نفس الفكرة، اللي هو عندك ضوء قليل قوي، فبالتالي الشبكية بتاعتك او الريتنا بتكون حساسة جدا للضوء ده، اقل حاجة بتبقى عايزة اللي هي ايه تلقطها. اما لما بيكون بالنهار فلا، ما بتكونش بنفس الحساسية، لان كده كده الضوء مالي المكان، فهي مش محتاجة تكون بالحساسية دي. تمام. بيقولك في الدارك ادابتيشن اللي هو بالليل بقى والاضاءه خافته، بيقولك مثلا لو انت بتتحرك من مكان بالنهار، طبعا هو علشان انت مثلا احنا بالنهار وبالليل ما بيبقاش فجاه واحده بالنهار وفجاه واحده بالليل، بيكون في فتره كده في النص. فمثلا بيضرب لك هنا مثال السينما، مثلا انت بره في الاضاءه في المول مثلا واضاءه عاليه جدا، بعد كده دخلت السينما فطبعا الاضاءه بتكون اقل، فبيقول لك بيحصل جرادوال انكريز في الريتينال سنسيتيفيتي، يعني السنسيتيفيتي بتاعت الريتنا بتبدا تزيد كده بالتدريج لحد ما توصل لمرحله ان اقل ضوء تقدر تشوفه. طبعا لما تدخل السينما تبقى الاضاءه ما فيش خالص، ما فيش غير الشاشه اللي قدامك، فبالتالي عينك او الريتنا بتاعتك بتبقى خلاص عملت ادابتيشن مع نفسها بحيث ان اقل ضوء تكون شفته. بيقولك ان الريتنال سنسيتيفيتي بتزيد حوالي 10,000 مره لما بيكون الادابتيشن كومبليت، يعني لما بتبقى عملت كومبليت ادابتيشن. طب الادابتيشن ده بيحصل ازاي اصلا؟ ازاي الريتنا بتاعتك بتعمل ادابتيشن او بتتاقلم مع كميه الضوء اللي قلت؟ بيقولك ان هي بتعمل انكريز للسنسز بتاع الفوتو بيجمنتس، يعني الفوتو بيجمنتس اللي هي حساسه للضوء دي بتزود تصنيعها كتير جدا، بحيث ان هي تبقى عندك عدد كفايه يلقط اي كميه ضوء مهما كانت بسيطه. تمام. فده الفكره او الميكانيزم بتاعت الادابتيشن عموما. ماشي. فعرفنا بتعمل دارك ادابتيشن ازاي، ان هي بتزود السنسز بتاع الفوتو بيجمنت في الكونز والرودز. الرسمه دي يعني بشكل كده او مخطط للزياده بتاعت او الريتينال سنسيفيتي، الزياده بتاعتها يعني الدارك ادابتيشن، يعني مش هنفهمها قوي السلايد الجايه، فتعالوا نشوف السلايد اللي بعدها. بيقول لك هنا الادابتيشن هناخد نوعين من الادابتيشن، طبعا بما اننا عندنا تو ريسبتورز اللي هما الكونز والرودز، تفتكروا مين هيحصل اسرع؟ مين اللي هيعمل ادابتيشن اسرع؟ قال لك طبعا الكونز هتعمل ادابتيشن اسرع، لان الكونز اساسا متعوده على، او انت الكونز المسؤوله عن الرؤيه النهاريه، فهي متعوده على ايه؟ متعوده على كميه الضوء العاليه جدا، فبالتالي هتعمل ادابتيشن اسرع، هي متعوده على كده، هي دي طبيعتها. تمام. فالادابتيشن بتاع الكون بيبقى من حوالي من 5 لـ10 دقايق، فبيقول لك از سنسز اوف كون فوتو بيجمنت بتعمل فوتو بيجمنت في وقت اقل، لان هي اساسا متعوده على كده. تمام. فالكون ادابتيشن بيعمل ريزلت ان ليميتد انكريز في الريتينال سنسيتيفيتي، بيكون في زياده طفيفه في الريتينال سنسيتيفيتي. تمام. لان الكونز دي مثال للشخص اللي هو بياكل عسل كل يوم. تمام. فمش مش حساس قوي او مش حساسه قوي للضوء، فبالتالي بتكون مش فكره مش حساسه قوي للضوء، سوري، مش يعني مش هيبقى متلهب للعسل زي الشخص التاني زي الرودز مثلا. الرودز العكس بقى، الرودز بتاخد وقت اطول علشان تصنع الرودوبسن، بتاخد حوالي 30 دقيقه. تمام. فبيقول لك الرود ادابتيشن ريزلت ان ماركت انكريز في ريتينال سنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي بتاعت الريتنا بتكون عاليه جدا جدا جدا، بحيث ان هي تلقط اقل ضوء، لان دي طبيعه الرودز، الرودز مسؤوله عن الرؤيه الليليه. تمام. فبس نعرف ان الكونز، او نفتكر ان الكونز مسؤول عن الرؤيه النهاريه، فبالتالي متعوده على كميه الضوء العاليه، فبالتالي الادابتيشن بتاعها بيكون من 5 لـ10 دقايق سريع، لان هي متعوده تصنع فوتو بيجمنت في وقت اقل. اما الرودز فالعكس، ان هي مسؤوله عن الرؤيه الليليه، الادابتيشن بتاعها بيحتاج 30 دقيقه وقت اطول، علشان بتحتاج وقت اطول ان هي تصنع رودوبسن. واخر حاجه بيقول لك اللايت ادابتيشن، بيقول لك اللايت ادابتيشن دي عمليه سريعه جدا بتحصل لما تخرج انت من مكان مثلا ضلمه، وانت خارج بقى من السينما العكس، وانت خارج من السينما الضلمه على مكان بره اضاءه عاليه يعني وكده، فانت ما بتحتاجش وقت طويل اصلا ان انت عينك تتعود على النور، انت اصلا اوريدي عينك سريعا كده هتلاقيك، يعني هتلاقيها بدات عادي تشوف طبيعي جدا، غير مثلا وانت داخل بنحسها قوي على فكره، واحنا داخلين السينما بنحس ان الدنيا لسه في ومضات كده لحد ما بالراحه الدنيا تبقى ايه مستقره وتبقى شايف كويس قوي اللي قدامك. بيقول لك ان اللايت ادابتيشن ده بيحصل فروم بليتشنج الفوتو بيجمنت. يعني ايه بليتشنج الفوتو بيجمنت؟ لما بتكون الاضاءه عاليه، او لما بتكون انت خارج من مكان ضلمه لمكان نور، فانت عندك الاضاءه دلوقتي عاليه، فانت مش محتاج كميه الفوتو بيجمنتس اللي كانت متكونه عندك دي وانت جوه السينما ومحتاجها، فبيحصل ان الفوتو بيجمنتس دي بتبدا تتكسر، ولما تبدا تتكسر هو بيديك يعني مصطلح ككنايه، يعني ان هي بتبقى شكلها عامل ازاي، بتبقى بيضه، بليتشنج يعني لما اعمل بليتشنج الحاجه ان انا ببيضها، ف
فمش انت ما بتبيضش الفوتو بيجمنتس، بس هي لما بتتكسر بتكون بتبقى بيضه. فبيقول لك يعني ان اللايت ادابتيشن ده ريزلت من بليتشنج اوف الفوتو بيجمنت ككنايه انها اتكسرت يعني. اوكي وبس، وكده نكون وصلنا لنهايه محاضرتنا. شكرا ليكم على حسن استماعكم، ويا رب اكون افدتكم. ولو عندكم اي اسئله سيبوا لنا في الكومنتات او ابعتوا لنا، وهنرد عليكم ان شاء الله. وبالتوفيق يا رب. ما تنسوش تدعوا لنا اخواتكم في سنه ثالثه، عندنا امتحانات. دعواتكم كده ربنا يوفقنا ويكرمنا وييسر علينا ان شاء الله، واكيد طبعا كلنا بندعي لكم. باي باي.